كنا بنتكلم ماذا لو انفجر وضع داخل، بتكلم على الضفه الغربيه كمان، ايه اللي ممكن يحدث؟ حضرتك قلت انه حتى داخل اسرائيل، حتى داخل اسرائيل ممكن يحصل. النهارده يهود اسرائيل بيتهموا عرب اسرائيل بان هم بيتكسسوا عليهم وبيبعتوا الصور لحماس وما الى ذلك، وابتدى يبقى في احتكاكات، حتى الاحتكاكات موجوده حتى في امريكا، يعني في امريكا ابتدوا دلوقتي يلاقوا في حوادث كراهيه ضد العرب وما الى ذلك. نعم. ضد اليهود وضد اليهود كمان. نعم. صحيح. فالانفجار حاصل فعلا يا استاذ احمد. النهارده في 150 واحد فلسطيني مقتول في الضفة الغربية برصاص إسرائيلي من 7 أكتوبر لغاية النهاردة، مستوطنين ولا بيضربوا صواريخ، مستوطنين وجنود إسرائيليين بيقتلوا فلسطينيين مدنيين بيتظاهروا، يعني بيتظاهر أو بيرمي عليه طوبة. فهو في انفجار فعلا، في احتقان وفي انفجار، وعلى فكرة ده بيخوف ليس فقط الضفة الغربية وليس فقط إسرائيل وأمريكا، لكن بيخوف الدول المجاوره. نعم. بيخوف الاردن. نعم. الاردن لما كان في اجتماع مقترح مع بايدن، مش كانوا عاوزين ينزلوا بايدن في مطار عمان؟ نعم. لانه خايفين ينزلوه في مطار بن غوريون. نعم. نعم. فوجئوا انه المظاهرات في عمان رايحه على السفاره. مظبوط. رايحه على السفاره، واضطروا السفاره الامريكيه، السفاره الامريكيه تدخل الامن، وهو ده يوميها اتسحب الدبلوماسيين الاسرائيليين من كل الدول العربيه اللي في سلام معاها. نعم. اللي انا اقصده انه الاحتقان موجود وبيزيد، وانا اعتقد انه ده مسجل في الترمومتر الامريكي والغربي، وانا اعتقد ان عندنا فرصه مهمه لوصول لتفاهم مصري امريكي مش معلن، تفاهم مصري امريكي قبل ما حتى اعرضه على القمه العربيه، اخد عليه موافقه امريكيه انهم هيشاركونا في التنفيذ، انه هيخلقوا هذه الرابطه ما بين وقف الحرب وكل بشاعتها وانهاء المعاناه الانسانيه من ناحيه، وما بين الحل السياسي من ناحيه تانية، اللي هي الحاجه اللي ما اتعملتش في مؤتمر مدريد. يعني لو تفتكر حضرتك لما شامير راح مؤتمر مدريد قال انا هقعد اتفاوض لمده 10 سنين ومش هعمل حاجه. هو ده اللي ادى شعبيه الحماس، يعني هو ده في حاله لما المعتدلين يفشلوا في الحكم ويفشلوا في انهم يحصلوا على تنازل من اسرائيل في مفاوضات السلام يقوى شوكه المتطرفين. عشان كده قبل ما نروح للدكتور عبد المنعم عشان نختم، امتى الحرب دي تتوقف؟ ايه اللي يخلي الحرب دي تقف بكره؟ مش لازم بكره ولكن اسبوع، اسبوعين، شهر مثلا، ايه اللي وقف الحرب؟ انا اعتقد انه اول ما يشعر المجتمع الاسرائيلي والقياده الاسرائيليه ان التكلفه بتاعه العمليه العسكريه فقط بس لدخول مدينه غزه، هم لسه ما طهروش بقيه القطاع. نعم. فقط مدينه غزه هتبقى مكلفه للغايه، ويشعر صانع القرار الامريكي ان ده هيبقى مكلف له داخليا، لانه ابتدى النهارده أعضاء كونجرس أمريكي. نعم. يبتدوا يتكلموا ضد. نعم. هذا يعني. نعم. فده اتنين. نعم. وأيضا عندما تبتدي تظهر ضغوط عربية بالذات الدول الصديقة، الدول اللي عاملة سلام مع إسرائيل. نعم. الدول الصديقة. نعم. للولايات المتحدة. نعم. لابد يكون في ضغوط إن هذه الحرب تنتهي، مش هدنة ومش هدنة إنسانية، تنتهي والربطة اللي احنا بنتكلم عليها مع الحل السياسي تكون ظاهرة للعيان.